السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ صحة لاباس؟ كلشي مزيان؟ نتوما صحيحة؟ واش مباركة مسعودة؟ اليوم ما شاء الله ماشي عند واحد الحليوة سهلة مهلة ما فيها شي تمارة بزاف، حنايا مع سهل ان شاء الله. عندي فيها هادي كتجي ما فيها شي الزبدة، هادي فيها غير الزيت والبيض، البيضات وصافي. عندي فيها واحد الكاس ديال الزيت، واحد الكاس ديال السكر، و واحد اربعه د البيضات. انا عندي بيضات صغارين، اللي عنده بيضات كبار يعمل غير ثلاثه. انا عندي، واللي بغى يدوبل المقادير يدوبلها. انا هادو عندي بيضات صغارين، عملت اربعه د البيضات صافي، والطحين. وعندي نص يطر ديال الحليب نتزين، وعندي واحد الكاس ديال كولاكاو نتزين، ولا عملوا ديك كوبل، ديك هذيك كتجي هكذا، ديك الكاخه ديال كوبل صغيره وحده في نص يطر ديال الحليب. وغادي نزين بكوكو، وعندي واحد خميره، وواحد جوج ديال الفاني، جوج ديال الفانيا. ما شاء الله نبدا معكم ونوريكم الطريقه ديالها، وسهله وماشي صعيبه بزاف. هي كنصبقوا نعملوا البيضات من الاولانيش، البيضات لان هادو صغارين، انا قلت لك الا كاين كبارين نعملو كبار، نعملو كبارين. كنزيدو هاد السكر، كاس ديال السكر، كاس ديال العنبه اللي كنخدمو به دائما، وهاد الكاس ديال الزيت. هادي ما فيها لا زبده لا حتى شي حاجه، وكتجي مزيونه. نخدمو هاد السكر وهاد الزيت مع بعضياتو، هاد البيضات نخدموهم مزيانين. ان شاء الله هادي الا بغيتو الملوبوسه، بغيتو شي حاجه بلديه، كتبوهالي ان شاء الله نعدلها لكم. نحنشا وداكشي بلدي نعدلو لكم، نعدلو ان شاء الله نشارك معاكم. كتدخل مزيان ديك الزبده مع الزيت، ولا هداك مع هادي مزيان، هنا تيدوب ديك السكر. عندو هاد الفانيات، عندي جوج دبواكا ديال الفاني، هادو جوج بيهم. اللي بغى يعمل قشور الليمون وهادي كيعملو، اللي بغى يعمل شي مناسبات اخرين يعملو. دابا ان شاء الله غادي نعمل يدي حتى الطحين، خصك ولا تعمل يدك والطحين نتوما مع هاد صافي. دابا كنبدا نعمل الطحين، نبدا نعمل الطحين، الطحين هي ومع الزيت. غادي نعمل خميرة، وغادي نبدا نعشق. أنا دائما ما كنعملش اللي كانت في يدي، اليوم سمحولي بغات تدو لي الخاتومة من يدي، يدي متنفخولي. ايوا قلت راه اللي كانت في يدي، سمعت هذا المدير مولف كيعجن بيدو باش كيحس بالعجينه. هيا خصناش نبداو الطحين بزاف، خصناش نقصحوها، خصها تبقى شويش هكا تلصق في اليد شويش، متسحوهاش بزاف. نزيدها غير شويش صافي، طالما بقات كتخفيفه شويش بان كتشرب ديك كده، هاديك اللي غادي نسقيها بها. صافي خاصها تبقى هكدا كتلصق، تبقى شويش كتلصق في اليد، تبقى شويش
السقف اليد، كنكبروها كتبقى شويه ما هي جبت السوينيه. السوينيه دها انت غير شويه بالزيت حيت اصلا هي بالزيت ما تلصقش. غادي نجي هنايا وغادي نعمل كويرات صغورين صغارين باش كويرات كبارين نستدوين صافي. نمشي مع هكذا حتى لصق لكم يدكم ولا شي حاجه. هنا شويش بالزيت يدك هيدا صغيرين دو شويش بعدهم بعطهم لان صدر تاعها تهود تبقى شي هكذاك صافي. حنا نمشي معاهم هيدا سهلة هكذا. قلت اللي كيكلا ما كيعرفاش كيفاش معدلة ان شاء الله ملي تشوفو غادي نعملها. هاد الفران كتشعلو لها من فوق ومن تحت. الفران يكون سخون ان شاء الله. غادي نطيبها. هي الحلوة ديالنا وجدة، هي وجدت. دابا غنعدلو لها باش غادي نفندوها في الحليب وفي الكوكو. نسيت ما قلتكمش واحد المغرفة ديال ميزينا، مغرفة ديال ميزينا نص يطرو ديال الحليب، نص يطرو ديال الحليب مغرفة ديال ميزينا. هاديك نص يطرو ديال الحليب غادي نخويو دابا في الكاسرونة، وغادي نزيد معاه ديك الكاس ديال كولاكاو. يعني هذه الكاس ديال كولاكاو نجي شو خطرة غنعمل معها هاد الميزينة حتى هي. ودابا غادي نديه نعملو فوق البوطان. حركو مزيان حدو بارد، واللي كيبغي نسمو بالزهر ينسمو بالزهر. انا مكنعملو والو باش كتبقى ديك الريحة ديال كولاكاو فيه. دابا تيدو بلي مزيان وغادي نديه فوق البوطة حتى يغلي، حتى يغلي عاد نجيبو، عاد نجيبو ديك الساعة نوريكم شنو غادي نعملو. هو ديالنا هاهو غليتو، هاهو كيف كيجي، كيجي شويش خاطر غير شوية، حيت إلا خطرناه بزاف راه مغدخلش فيها. حنا خصنا كاملة هاد الحلوة تشرب هاد الحليب، تشرب هاد الحليب وهاد الكولاكا وخصنا تشربو. هاهو بقي سخون. دابا غنبقى نسيب الحلوة ديالي هنايا. شتو الحلوة كتجي التحميرة ديالها ما تجيش محمرة بزاف، ما تجيش ها تجي هكذا. إلا حمرتوها بزاف ما غيدخلش فيها، ما غيدخلش فيها الحليب، الحليب كولاكاو ما غيدخلش فيها الحق. هيدا لا صافي كتعملها هنايا تعملها، وديك الساعة كتبقى تعسل الأولي والآخري، تبقى تخليها شويش هكذا غير شوية كتبقى تهزها طيحها في الكوكو. هزها شويه طيحها في الكوكو، ساعه كندوم فندوها في الكوكو، فندوها في الكوكو يطول ما خليتيها شويش كتشرب كتجي مزيونه. هزها في الكوكو كتجي فازقه كتجي غزاله، هي حتى الا عملتو العجينه ديالها قاصحه ما كيدخلش فيها، كيدخلش فيها الحليب. حق الا خليتو العجينه شويه خفيفه كيدخل فيها صافي. وكنعمل هادو هكذا ونعمل الكوكو ها صدقوني كتجي غزاله، تجي مزيون. اللي عدلتو بزاف منا بزاف احسن تعملوها في النبيره، اللي كيكون سخانه خاصها النبيره تبقاش على برا باش ما كتملي. الا تعطلت بزاف راه كتمل بحال عارفين الحليب، فهمتي؟ احسن تعملوها في النبيره كتبقى مزيونه. ها نمشي معها حتى كنساليو داكشي ديالنا كامل. نتمنىكم تجربوها كتجي زيبله. هيا ها هي الحلوه ديالنا واجده، ها هي ساليناها، ها هي جات غزاله مزيونه وجات هشيشه. نتمنىكم تجربوها شوف كيف جات زيبله. هيا والصحة والعافية، نتمنىكم تجربوها. عا كيدخل فيها، كيدخل فيها ديك شنو سميتو
كولاكاو مع الحليب وداكشي كتجي هشيشه غزاله. نتمنىكم تجربوها وبالصحه والعافيه بصحتكم.